أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. عنوان هذا الشريط: عواقب الأخطاء اللغوية في القرآن. عواقب الأخطاء اللغوية في القرآن. كثيرون يسألوني لماذا أركز على أخطاء القرآن؟ فهل كتب الديانات الأخرى خالية من مثل هذه الأخطاء؟ ولماذا أتكلم فقط عن أخطاء القرآن ولا أتكلم عن أخطاء كتب الديانات الأخرى؟ الجواب بسيط، كل كتاب هو كتاب بشري، وكل ما هو بشري يصيب ويخطئ، وهذا ينطبق على التوراة والقرآن والإنجيل وكتاب ألف ليلة وليلة وغيرهم من الكتب. المسلمون هم الوحيدون الذين يقولون بأن القرآن ليس فيه أخطاء لغوية، لأنه نازل من عند الله، وأي طالب أو أستاذ جامعة أو غيره في الدول العربية والإسلامية يقول بوجود أخطاء لغوية في القرآن سوف يفتح أبواب الجحيم عليه، لأنه بذلك يكسر نظرية أن القرآن من عند الله. أهلا وسهلا بالمتابعين. الرجاء اكتبوا تعليقاتكم ضمن موضوع الشريط حتى نركز ولا نتشتت. إذن قلت المسلمون هم الوحيدون الذين يقولون بأن كتابهم لا يوجد فيه أخطاء لغوية، وأي طالب أو أستاذ جامعة أو غيره في الدول العربية والإسلامية يقول بوجود أخطاء لغوية في القرآن سوف يفتح أبواب الجحيم عليه، لأنه بذلك يكسر نظرية أن القرآن من عند الله. ولم أرى أي يهودي أو مسيحي أو بوذي أو هندوسي أو ماركسي يقول بأن كتبه خالية من الأخطاء اللغوية، ولا يعاقبنا أي شخص يقول بوجود أخطاء لغوية في كتبهم، وأنا شخصياً لا أستبعد بتاتاً أن تكون هناك أخطاء لغوية في التوراة أو الإنجيل. وأما لماذا أركز على أخطاء القرآن اللغوية ولا أتكلم عن أخطاء التوراة أو الإنجيل؟ فلأن هذا مجال تخصصي وأبحاثي، ولا أمانع بأن يقوم غيري مهما كانت ديانته بالتكلم عن أخطاء التوراة والإنجيل اللغوية. بطبيعة الحال قولي بأن في القرآن أخطاء لغوية يعني بالنسبة للمسلم بأن القرآن ليس من عند الله، فلو كان من عند الله فلا يمكن أن يكون فيه أخطاء لغوية، ولذلك يغتاظ المسلمون من طرح موضوع أخطاء القرآن اللغوية لأنه يهدم ديانتهم، وأنا أفهم موقفهم، ولكن هذه مشكلتهم وليس مشكلتي، والقرآن ليس ملكهم،
بل هو جزء من التراث العربي والإسلامي. وكما أن المسلمين يدرسون القرآن على طريقتهم الخاصة بهم، فيحق لغير المسلمين أن يدرسوا على طريقتهم الخاصة بهم أيضا، ما دام أن القرآن هو تراث بشري. ولا أنكر أن ما أقوم به يهدم الإسلام، لأن إثبات أن في القرآن أخطاء يعني أنه ليس من عند الله. وفي نظري القول بأن القرآن والتوراة أو الإنجيل من عند الله هو قول غبي من أساسه، فكل كتاب هو كتاب بشري أولا وآخرا. وبطبيعة الحال ما أقوم به يعني رفع القداسة عن الكتب المقدسة والتي أسميها كتبا مقدسة بالكاف، وهذا الأمر له عواقب اجتماعية تتخطى الجدل اللغوي. فإن أنت قلت بأن القرآن ليس من عند الله وأن لا فرق بينه وبين ألف ليلة وليلة، فما معنى عبارة الشريعة الإسلامية مصدر التشريع التي تذكرها أكثر الدساتير العربية؟ وما معنى شعار القرآن دستورنا كما تقول الحركات الإسلامية؟ وما معنى مثلا لقب ملك المغرب أمير المؤمنين؟ وإن أنت اعتبرت القرآن كلام بشري مثله مثل ألف ليلة وليلة، فهذا يعني تقويض كل الأسس التي تقوم عليها الدول العربية والإسلامية، وهذا يعني إحالة الآلاف المؤلفة من تجار الدين وخطباء الجوامع وأساتذة الجامعات إلى المعاش، وهذا يعني إمكانية استبدال القرآن بكتاب ألف ليلة وليلة في الجوامع ما دام أن لا فرق بينهما. ورفع القداسة عن القرآن يعني أيضا رفع القداسة عن النبي محمد وأصحابه الكرام والفقهاء وعبيد السلطان، ويعني تغيير المجتمع العربي والإسلامي بأكمله بتغيير أساساته وثوابته، وهذا يعني فصل الدين عن الدولة بالتمام، كما يعني إغلاق الأزهر الشريف. فالمجتمع لا يحتاج لمؤسسة تدور كثور الساقية حول كتاب القرآن إذا كان القرآن مثله مثل كتاب ألف ليلة وليلة. وأنت ترى الحملة الشعواء التي يقوم بها الأزهر على المفكرين الذين ينتقدون صحيح البخاري، فما بالك لو أنك اعتبرت القرآن كتاب بشري مثله مثل أي كتاب آخر. يقارن السيد المسيح بين رجل عاقل بنى بيته على صخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. يقارن هذا بين رجل مع رجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما.
ما نشاهده اليوم في المجتمع العربي والإسلامي من جرائم ضد الإنسانية وشلالات دماء ودمار ناتج من بناء هذا المجتمع على الرمل. لقد تم بناء المجتمع على ما يسموه ثوابت، وهي في حقيقتها أوهن من بيت العنكبوت. والعالم العربي والإسلامي منقسم الآن على نفسه، فهناك من غرر به تجار الدين الذين اعتبروا أنفسهم وقلاء عن الله، فراحوا يسفكون الدماء ويفسدون الحرث والنسل ويعيثون في الأرض فسادا، كما فعل سابقا التتر المغول عندما اجتاحوا بغداد. فها هو التاريخ يكرر نفسه. وهناك من يجهل خفايا دينه ويبقى على فكرة غزلية على أن الدين الإسلامي دين متسامح ودين الرحمة، ويزعجه ما تقوم به الحركات الإسلامية من قتل ودمار لأنها تشوه صورة الإسلام التي في ذهنه. وهناك من اكتشف أنه تم التغرير به بعد اطلاعه على ما كان يريد تجار الدين إخفاءه عنه، فاكتشف أن ما تقوم به الحركات الإسلامية هو من صميم تعاليم الإسلام وقرآن الإسلام ونبي الإسلام، وأن الإرهاب والطائفية نابع من مناهج المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف. فاجتاحت الدول العربية والإسلامية موجة من الإلحاد لا مثيل لها في تاريخ العالم العربي والإسلامي، بفضل نظام الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي التي تسمح بالتعبير عن الرأي دون رقيب ودون الكشف عن الهوية. لقد حان الوقت لكي نعلن لشعوبنا بأن ما تم تعليمه من خرافات وسخافات دينية خلال 14 قرنا باطل ومجرد هراء. وحان الوقت لإغلاق مؤسسة الأزهر والحوزات الدينية التي لا تعلم إلا الجهل والقتل والدمار. وحان الوقت لإقامة مجتمع مدني يفصل بين الهراء الديني والدولة. فالدولة مؤسسة تهتم بسعادة الإنسان على الأرض دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، وذلك ببناء المدارس والمستشفيات والمصانع وإقامة الطرق وتوفير لقمة العيش النبيلة. وليس من مهمة الدولة تعليم الناس خرافات وأساطير الأولين. والتفريق بين الناس على أساس الدين والقتل على الهوية. إذن ليس من مهمة الدولة تعليم الناس خرافات وأساطير الأولين والتفريق بين الناس على أساس الدين والقتل على الهوية. فعلى جميع الدول العربية إزالة المادة الدستورية التي تقول الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر للتشريع، وعليها احترام الإنسان ووضعه فوق احترام خرافات وأساطير الأديان، وعليها تنبيه شعوبها من خطر التمسك بكتب مقدسة أكل الدهر عليها وشرب،
لم نجن منها إلا القتل والدمار. بالمختصر المفيد، أنا أبحث في موضوع الأخطاء اللغوية في القرآن، وطبعت القرآن بالتسلسل التاريخي باللغة العربية وترجمته إلى 3 لغات، وأنا أول مترجم يترجم القرآن إلى 3 لغات، وفي نفس الوقت عملت طبعة عربية محققة للقرآن بالتسلسل التاريخي مشيرا لأخطاء القرآن التي خصصت لها كتابا خاصا عنوانه الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم، تجد رابطه تحت هذا الشريط، ويمكنكم تحميله وتحميل كتب الأخرى مجانا. بطبيعة الحال أبحاثي في القرآن والأخطاء اللغوية في القرآن هذا من مجال تخصصي، وليس الهدف عندي هو برهنة أن القرآن ليس من عند الله، فهذا أمر مفروغ منه، فأنا لا أعتبر لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن من عند الله، بل هي كتب بشرية. ولكن بعرض المشاكل اللغوية الموجودة في القرآن الكريم، هذا العرض له نتائج اجتماعية لابد منها، ومن هنا يأتي غضب بعض المعلقين على ما أكتبه وأنشره، لأنهم يعرفون أني أمس بما يسموه ثوابت الدين، بينما ليس هناك أي ثوابت. الدين ما هو إلا نظام بشري، وكما قلت لكم ليس هناك أي مسيحي أو يهودي يغضب منك إن قلت أن في التوراة والإنجيل أخطاء لغوية، بينما المسلم يثور لمجرد أنك قلت أن في القرآن خطأ واحدا لغويا، فهو يرى وكأن كل ديانته قد انهارت. هنا المشكلة عندما تبدأ بالمقدمة أن القرآن كتاب الله، فأنت ستستنتج أن في القرآن لا يمكن أن يكون فيه أخطاء لغوية، ولكن عندما تكتشف تلك الأخطاء سوف ترى أن المقدمة التي أنت وضعتها خطأ، فليس هناك شيء اسمه كتاب الله. إذن أنا أعمل في مجال تخصصي وهو الدراسات القرآنية، طبعة العربية للقرآن والأخطاء اللغوية في القرآن، لأني أترجم القرآن فأصطدم بتلك الأخطاء، فيجب أخذها بالاعتبار عندما أعمل ترجمة القرآن إلى 3 لغات. ولكن أعرف أن هذا له عواقب اجتماعية. أنا لست غشيما بطبيعة الحال، ولكن
أقولها بكل صراحة، أنا لا أعتبر أي كتاب كتاب منزل من عند الله، ولذلك لا أحرم على نفسي أن أبحث في الأخطاء اللغوية في القرآن الذي ليس ملك المسلمين لوحدهم، بل هو من تراث البشرية. إن كان له أثر اجتماعي وحتما له أثر اجتماعي، فهذا ليست مشكلتي. لا، بل أنا أشجع أن يكون له أثر اجتماعي، ولكن ليس هذا هدفي الأول. هذا ليس هدفي الأول. إخوتي، سوف أنهي هذه الحلقة هنا. أرجوكم أن تشتركوا في القناة وأن تفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. وأعطيكم الآن الإيميل تاعي حتى تكتبوا لي إذا أردتم شيئاً أو أنكم وجدتم صعوبة في تحميل كتبي الموجودة في الرابط تحت هذا الشريط. أشكر المتابعين وأشكر من سيتابعوني لاحقاً. أكرر، طبعة العربية للقرآن وكتابي الأخطاء اللغوية في القرآن وكتب العربية الأخرى متوفرة مع الكتب الأخرى ورقياً من أمازون، ولكن يمكنكم أيضاً أن تحملوها مجاناً، وهي هدية مني لكم تبرعاً رغم أنها مكلفة، فليس هناك أي هيئة تدعم أبحاثي، لكن أنا أفضل أن يكون كتابي عندكم من أن تكون أموالكم عندي. شكرا على المتابعة. سوف أقرأ كل تعليقاتكم، سوف أرد عليها لاحقا، ربما من خلال أشرطة جديدة إن رأيت ضرورة لذلك. خالد العجمي بكل يا باشا ما بنفع تترجم القرآن، بدليل كل ترجمت آية وهديناه النجدين ترجمتها ازاي؟ حلو، ارجع لترجماتي وستجد وسترى كيف ترجمتها. هل تظن أني أريد أن علي أن أكرر كل ما عملته فقط لإرضائك؟ كتبي ليست سرية، ارجع لها وابحث أنت كيف ترجمتها. أوكي إخواني، أنا أشكركم على المتابعة وأتمنى لكم جميعاً ليلة سعيدة. مع السلامة.